في الآية الكريمة يقول: أستفسر عن هذه الآية، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هل الشمس تدور حول الأرض؟ بلا شك، هذا هو ما دل عليه القرآن، والشمس تجري. هم يقولون لا، الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري، هذا عكس ما جاء في القرآن. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن وناخذ بالنظريات الحديثة، هذا لا يكون من المسلم. واجب على المسلم أن يتبع القرآن،